وقالت له يا امير انا عندي اراء تاني، الليلة عدت وبكرة جاي ليل تاني، تبقى المقابلة هنا نوجد غرام تاني، في هنا شافوها من اللي يعرفوه له زمان، ندهم عليها قالوا لها قصته له زمان، وعن ما بدؤوا واسباب غيته له زمان، اوعي يا احسان تروحي يا امي توتاني. اهتم يوسف شتا بالكلمة، الكلمة اللي بتحمل قيم الشعب، قيم القرية، الشارع، الحارة، الأحياء الشعبية. كان عنده إيمان قوي إن الفن يقدر يغير في المجتمع، وده في حد ذاته سؤال، هل يقدر الفن يغير حاجة وحشة في المجتمع؟ سؤال كان معايا وأنا رايح أقابل واحد من تلاميذ يوسف شتا، الفنان لطفي العناني. أنا العجوز اللي عايرني الصبي يا شباب، وأنا العجوز اللي عقلي وفني لسه شباب، وأنا العجوز اللي بنصح الشيوخ والشباب، وأنا العجوز اللي في خطوتي والساعة، أنا العجوز اللي ياما في خطوتي والساعة، وكنت مغرور بكتر المال والصحة استطوع بالمظاهر والكمام والساعة، استطوع بالمظاهر والكمام والساعة، وضيعت في الجهل أغلى العمر والصحة. عايزك تحكي لي عن الموال اللي كان سبب شهرتك. انا كنت بغني مع الفنانين اللي هم يعني لسه مش باينين، يعني بعيد عن الفنان الكبار الحاج يوسف شتا الله يرحمه، ودراع برضه الله يرحمه، وخضره محمد خضر، وجمالات شيحه، وفاطمه سرحان، ودول كانوا هم اللي باينين على الساحه. انما انا على قدي يعني، كنت لسه بتبدا. فكنت في فرح في حلوان وفي عروسة بيحنوا العروسة قبل ما نشتغل على المسرح نفسه اللي هنشتغل عليه قبلها بنص ساعة، ويسقفوا لها البنات وبعدين يحنوها وتنزل تروح واحنا نشتغل بقى. فقعدة جنبها بنت بتعيط جنب العروسة، إنما جمالها ما أنا ما شفتوش لحد دلوقتي، جمال فتان يعني، بحر دموع نازل من عينيه. فانا قاعد كده انا والفرقه حواليا زي ما احنا قاعدين كده، وقلت ايه كلمه كده قلتها يعني، سبحان اللي خلق هذا الجمال والحسن، جميله الحسن مش عارف بتبكي ليه. فجه واحد قال لي والله انت عارف بتبكي ليه؟ عايز تعرف؟ قلت له اه. قال لي ابوها هيجوزها الراجل معدي 60 سنة، وسقنا عليه طوب الارض عشان يرجع في كلامه، ما هوش راضي، والراجل العريس ده اللي هو الكبير في السن ده مديها شبكه فوق الخيال، ومدي لها مهر كبير قوي، ومدي للراجل حته ارض يزرعها ابوها، واحنا مش عارفين يعني، خلاص زهقنا كلام. فقلت له ماشي. واحنا اشتغلنا في الفرح، وانا ايه قمت قايل موال راجل حداه بنته ظالمه تعيش ازاي، ومصلب الرأي في جوازها تعيش ازاي على غير غرضها مدام كارها تعيش ازاي، على غير غرضها مدام كارها تعيش ازاي. فاكر لاني شهمتك في الجواز حدسي، فاكر لاني شهمتك في الجواز حدسي، وسايبها تجري في بحر الهم غرقانه،
كلمتك هتسيب. يا الحرق يا السم يا إما تموت غرقانة. وإن كان لها عمر هتسيب البلد وتسيب. وإن سيرتك في بحر الهم غرقانة. نصحتي يا صاحب الرأي بقيامتك وبلاش تعارض في هذا الدور بقيامتك. إيه نصحتي يا صاحب الرأي بقيامتك وبلاش تصمم في ده الموضوع بقيامتك وسيبها تختار اللي تحبه بقيامتك. نبع كرامتك ومن غيرها تعيش ازاي. كان ياما بقى يعني التسجيل التسجيل بس ما كانش فيه بقى لا موبايلات ولا كان يعني تسجيل وكل كم واحد على عنده تسجيل. قالوا يا ريس الموال ده تاني استنى ما تقولوش لما نجيب التسجيل ونيجي. اللي عنده تسجيل راح جابه وجه وسجلوا الموال. انا ما اعرفش الراجل اللي قاعد فين ولا اعرف عنه حاجه. قبل الفجر بشويه الفجر بيدن هيدن قلت لهم يا جماعه كويس كده بقى نشطب بقى. لقيت الراجل ده جايب بنته وجاي. قال يا ريس ما تشطبش انت مش قلت عليا موال؟ قلت له انا اعرفك عشان اقول عليك موال. انا قلت بقى ده جاي يتخانق معايا بقى يعمل معايا بلوه بقى. قال لي بنت اهي وانا اهو وانا رجعت في كلامي يا ناس قدام الناس في الفرح انا رجعت في كلامي خلاص بس عايزك تقول لي موال قبل ما تشط. فقمت لاقي الموال كده يعني ايه الحاج سمع الكلام وقال يا بنتي انا رجعت في كلامي خلاص يا بنتي اختاري انت شريك العمر يا بنتي. انا كنت طمعان وعقلي بالفلوس ملحوس انا هعمل ايه بالفلوس لما تضع بنتي. الله. وكان هنا بقى طبعا الناس سمعتني راحوا قالوا ليوسف شتا ده فيه واحد اسمه لطفي العناني فنان كويس قوي وحصل كذا وحصل كذا وقالوا لابو دراع وقالوا واحد كان اسمه سيد نصر كانوا دول الناس اللي في مصر بيشتغلوا يعني. فجت واحده اسمها رئيفه السيد قبل يوسف شتا قالت لي ما تشتغل معايا وبتاع نشتغل سوا انا وانت. كانت يعني كانت اخت بدريه السيد بتاع اسكندريه بدارة. اشتغلت انا وهي شهر وجه يوسف شتا قال لي الرجاله ولا الحريم؟ قلت له الرجاله. قال لي انت معايا من بكره وانا ما بروحش لحد وجيت لك. قعدنا بقى 30 سنه مع يوسف شتا مع بعض الحمد لله رب العالمين لحد ما ربنا كرمه وهو قبل وجه كريم. وطبعا انا في انتظار ربنا يديك الصحه والعمر الطويل. نصيحه لأبو البنات والغرق في البحر والغرق في الشبكة والرحمة بالشباب غلو مهر البنات خلى الشباب احتار قعد يفكر وعقله في الدماغ احتار صحيح عايز الجواز وهيعمل ايه محتار الشبكة عايزة فلوس من الالاف مية والشقة عايزة كمان الافات مش مية والعذر نشف عليه كبقى زي التب عالمية العذر خلاه زي التبن عالمية انسد قسط الموبيليا لكن موهبة الارتجال دي جات لك منين؟ موهبة الارتجال دي جات لي وأني يعني عندي 20 سنة كنت برتجل. هي من عند ربنا هي بتيجي هي من عند ربنا بس هي أي أصل مش ارتجال بس في حاجة اسمها ميزان وتوزان مستفعل فاعل مستفعل فاعل دي لازم العتبة اللي أنا بقولها. الحج سمع الكلام وقال يا بنتي خمس كلمات لو بقوا ستة تطول العتبة لو بقوا أربعة تنقص باظ الدور
أنا سني دلوقتي 75 سنة. ربنا يديك الصح. من قيمة من 15 من بعد الستينات موهبة الارتجال عندي تفوق الارتجال وأنا صبي ب200 مرة، يعني 200%. يعني أنا ببقى نايم دلوقتي أهو وبص أنا وأنا على السيرة لا أرتجل على حاجة، وتيجي يعني تيجي صحتي قلت والسمع قل والعظم كده يعني وكل والنظر قل، إنما الموهبة والصوت والارتجال دول اللي ربنا سيبهم. اشمعنى يوسف شتا اللي انت كنت معاه طول الوقت؟ لانه كان فنان ويخليك يعني انت لو يعني في مهنتك لما بتشوف واحد كويس جدا بيخليك كويس زي عايز ابقى زيه، فبتقلب يعني بتقلب معاه. يعني انا كنت حلو برضو. طبعا انا كنت حلو بس انا جيت في مره وقلت ايه يعني انا هو يضل الريس وانا ما انا ابقى ريس زيه يعني كده يعني. فقمت نكشف موال كده الشيب يقول للشباب وحشتني ايامك ارجع ولا يوم نفسي اشوف ايامك، قال له الشباب يا عبيط ما بقتش ايامك. هو رد عليا رد فنان عملاق، قال مش عارف ايه الشيب يقول للشباب روح يا حديث السن، وفي الاخر قالوا الرك على صحتي وماهوش بكبر السن. الله الله الله. مدرسه لطفي العلاني دلوقتي مين امتداد مدرسه يوسف شتا دلوقتي؟ مفيش. كان بان على الساحه وكانت الناس شافته او انا كنت شفته. الفن دلوقتي بقى تنطيط على المسرح. الفن دلوقتي بقى تنطيط على المسرح اكن مكوك رايح جاي على المسرح. فن دلوقتي بقى تنطيط على المسرح وكلام يسم البدن ويغم على المسرح اكن مكوك رايح جاي على المسرح. لا كلمه حلوه ولا نغمه بقت بتشد، ولا قولة حلوه ولا موال كمان بيشد، ويقول لهم سقفولي والايدين بتشد ناقص يجيب قرد ويجريه على المسرح. الله الله الله.